هل الذي ينسى التسمية فالوضوء وضوءه صحيح أو لا؟ ورد مشروعية الأمر بالتسمية في الوضوء في قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ورد هذا الحديث من عدة روايات يقوي بعضها بعضا، حتى قال بعض الحفاظ: تيقنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يعني من كثرة طرقه. فالتسمية مشروعة في بداية الوضوء بأن يقول بسم الله، ولكن اختلف العلماء هل مشروعيتها من باب الوجوب أو من باب الاستحباب. الجمهور على أن مشروعيتها من باب الاستحباب، وأن قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا من نفي الكمال. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن هذه المشروعية من باب الوجوب، فلا يصح وضوء المسلم إلا أن يقول بسم الله في بدايته، في بداية وضوئه، فإن تركها نسيانا فوضوءه صحيح، فهي تجب عنده مع الذكر وتسقط مع النسيان. وحمل قوله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، على نفي الحقيقة، وهذا قول له وجاهته، ويتأكد في حق المسلم أن يذكر اسم الله في بداية الوضوء، فإن تركها نسيانا ترك ذلك نسيانا فوضوءه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.